الآن وصلنا إلى الجزء الثاني من الـ Structure of the Cerebral Hemisphere اللي هو البيزا الجانجلية. احنا خدنا إن الـ Cerebral Hemisphere يتكون من أربع أجزاء، أوتر زون أوف جري ماتر اللي هي السيربرال كورتكس، أخدنا تفصيلاتها في المحاضرات اللي فاتت. الجزء الثاني اللي هو سكاترد ماسز أوف جري ماتر قاعدة إنسايد ذا سيربرال هيمسفير، بداخل الإنر ماس أوف ذا سيربرال هيمسفير، واسمها البيزل جانجليا. كان الجزء الثالث اللي هو الكافيتي الكبير اللي اسمه اللاترال فينتركل، والجزء الرابع اللي هو كان مجموعة التراكس اللي بتشكل الهوايت ماتر أوف ذا سيربرال هيمسفير. الجزء الثاني اللي هو البيزل جانجليا. البيزل جانجليا دي areas أو of gray matter scattered in the scattered deeply in the white matter of the cerebral hemisphere. يعني مجموعة كتل من gray matter مبعثرة بداخل ال white matter of the cerebral hemisphere. ليه هذه ال areas of gray matter قاعدة بالداخل وما التحقتش بأخواتها الموجودة في السيريبرال كورتكس؟ في الحقيقة لما ارجع بيك ورا امبريولوجيكالي هنلاقي ان البرين زيه زي السباينال كورد خارجين من النيورال تيوب، كان بالاساس الانر ماس بتاعته مكونة من جري مطر. نشوف السبانال كورد هنجد الانر ماس بتاعته جري مطر والاوتر هي وايت، زيه البرين بالظبط. في الاول كان الانر ماس هي الجري مطر والاوتر ماس هي الايه الوايت مطر. مع الديفلوبمنت حصل مايجريشن للجري مطر من الداخل الى الخارج وكونت السيريبرال كورتكس اوف ذا سيريبرال هيمسفير، باستثناء بعض المناطق رفضت او فشلت فيها الجري بطر انها تهاجر الى السيرفس وظلت قابعة بمكانها في الهواية مطر بداخل الانر ماس اوف ذا سيريبرم مكونة ما يعرف من ما يعرف بالبيزل جانجليا. هذه المناطق الاربعة او هذه الكتل الاربعة اللي هي عبارة عن areas of gray matter هي الكوديت نيوكلياس واللنتيفورم نيوكلياس اميجدالويد نيوكلياس اند ذا كلوسترام. هنبتدي ناخدهم اتنين اتنين، ناخد الكوديت نيوكلياس والاميجدالويد نيوكلياس من خلال هذا الدياجرام اليدوي. ادي كان السيريبرال هيمسفير بالاجزاء بتاعته المعروفه، ده كان السنترال سالكس واللاترال سالكس والكافيتي اللي بالداخل اللي كان اسمه اللاترال فينتركل. هنجد عندي اول اتنين جانجليا او اول اتنين بيزل جانجليا يقابلوني هما الكوديت والاميجدالويد في رسمه واحده. دي الكوديت نيوكلياس والاميجدالويد نيوكلياس. نبتدي اولا بالكوديت نيوكلياس، رؤوس الموضوعات عندي عايز اعرفها وشوف شكلها ونشوف اجزائها. فلما نيجي نعرفها نقول ان دي كوما شيبد لايك ماس اوف جري ماتر. كويس جدا. شكل الكوما، اصل الاسم ايه؟ كوديت يعني تيل، فكوديت نيوكلياس يعني النوايا وموديل. افكركم بالكوديت لوب بتاع الليفر اللي هو اللوب الصغير اللي كان له ديل. هنا الكوديت نيوكلياس، النيوكلياس اللي ذات الزيل. اجزاء الكوديت نيوكلياس بتتكون من ثلاث اجزاء، هيد وبودي وديل. بالنسبه للهيد اوف كوديت نيوكلياس فكان شكلها بير شيبد، مكانها قاعده في اللاترال سايد اوف ذا انتيريور لاترال سايد اوف ايه اوف ذا انتيريور هورن اوف لاترال فنتركل. كويس. هل لها اتصالات؟ لها اتصال مع اذر ماس اوف جري ماتر اسمها اللينتيفورم النيوكليوس، وكذلك لها اتصال اخر مع اريا اخرى من السيريبرم قاعده في هذا المكان هي الانتيريور بيرفوريتد سبستانس. طيب الجزء الثاني من اجزاء الكوديت نيوكليوس اللي هو البودي، شكله دي سلندريكال ماس اوف جري ماتر، هي كونتينيويشن لمين؟ للهيد. قاعده فين؟ قاعده ابوف and behind the thalamus على اللاترال سايد بتاعها على طول، يعني من على اللاترال سيرفيس هي ماشيه من فوق وبيهايند ذا ثالاموس من اللاترال سيرفيس اوف ذا ثالاموس. يشكل البودي اوف كوديت نيوكلياس بيشكل جزء من يكون الفلور اوف ذا سنترال بارت اوف ذا لاترال فنتريكل. البودي كونتينيوز behind the thalamus ويمشي forwards above the roof
of the inferior horn of lateral ventricle مكونا للتيل. دي كانت الأجزاء الثلاثة بتاعة الكوديت نيوكلياس. الجزء الثاني من البيزل جانجليا اللي هو ده اللي اسمه الأميجدالويد نيوكلياس، النيوكلياس رقم 2، دي عبارة عن راوندد ماس اوف جري ماتر قاعدة في نهاية التيل اوف ذا كوديت نيوكلياس أبوف ذا روف اوف ذا انفيريور هورن اوف ذا لاترال فنتركل. دول أول اتنين جانجليا، الجانجليا الاتنين بيزل جانجليا اللي بعد كده هي اللينتي فورم النيوكلياس والكولوستروم، هيظهروا من خلال هذا السكشن اللي كان اسمه كورونال، كان اسمه هيروزونتال سكشن اوف ذا سيريبرال هيمسفير. يعني انا جبت السيريبرال هيمسفير وبسكينه ورحت جاي قطعه من قدام لورا، قطعه هوريزونتال ورحت جاي نظرت اليه من اعلى لقيته بهذا الشكل. ده السوبيرو لاترال سيرفيس وده الميديال سيرفيس، الانفيرو سيرفيس مش باين، ده البوستيريور بارت. ده كان اللاترال سالكس، واللاترال سالكس كان بيخفي بداخله اريا اوف ذا سيريبرال كورتكس كان اسمها الانسولا. هيظهر هنا في الرسمه تو استراكشرز، واحد من قدام وواحد من ورا، دولت بيشكلهم او بيكونهم مناطق تعبر فيها تراكتس من هذا السايد اوف ذا سيريبرال هيمسفير الى السايد الاخر اكروس ذا ميد لاين. هذه التراكتس ماشيه في صوره جسم عامله شكل بيسموه كوربس كالوزم او الجسم الاسفنجي. ده كان له بارت من قدام وكان له بارت اخر من ورا. في النص هنا هنجد السلامس اللي هي كانت المين بارت اوف ذا دايم كيفلان. بين السلامس وبين الكوربس كالوزم كنا هنجد الانتيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل اللي على اللاترال سيرفيس بتاعه كانت قاعده الهيد اوف ذا كوديت نيوكلاس اللي خدناها من شويه. طيب الاثنين نيوكلاي بتوع الكلام ده خدناه، الاثنين نيوكلاي بتوعنا اللي هما اللينتي فورم نيوكلياس، الاثنين نيوكلياي من البيزل جانجليا اللينتي فورم من نيوكلياس، سموها لينتي فورم لان شكلها لينز لايك، شكل اللينز. تتكون اللينتي فورم نيوكلياس من جزئين اثنين، من لاترال دارك بارت وده المين بارت وقاعد على اللاترال سايد، وسمول ميديال بارت قاعد على الميديال سايد، يبقى لارج لاترال وسمول ميديال. اللارج لاترال بارت كان دارك كان اسمه بيوتامين، والسمول ميديال كان بيل فاتح وكان اسمه جلوبس باليدس. جلوبس باليدس يعني الجسم الباهت. دي اللينت فورم نيوكلاس لها سطحين اثنين، لها ميديال سيرفيس زي ما احنا شايفين اهو بيكون هايلي كونفكس وبيكون ريليتد ل ممر للتراكتس اللي جايه او طالعه من جايه من السيريبرال كورتكس ونازله على السباينال كورد، او طالعه من السباينال كورد والممر بتاعها كان من هنا وطلع على السيريبرال كورتكس. هذا الممر الداخلي كان اسمه انترنال كبسول. ده اللي بيريليتد لمين؟ للميديال سيرفيس. طيب بالنسبه هذا الميديال سيرفيس كان الانترنال كبسول بتفصله عن الكوديت الهيد اوف كوديت نيوكلياس انتيريورلي، وتفصله كمان عن السلامس بوستيريورلي. طيب لاترالي اللينتي فورم نيوكلياس كان ريليتد لكبسول اخرى اسمها اكسترنال كبسول. السيرفيس اوف ذا لينتي فورم نيوكلياس على اللاترال سايد بيكون سلايتلي كونفكس، هنا على الميديال سايد هايلي كونفكس، وعلى اللاترال سايد بيكون سلايتلي كونفكس، وبيريليتد للاكسترنال كبسول اللي هتفصله عن النيوكلياس الرابعه من البيزل جانجليا اللي كان اسمها الكولوستروم. كل من الكوديت نيوكلياس واللينتي فورم نيوكلياس دي كانت من اجزاء الاكسترا بيراميدال سيستم، اما الكولوستروم ده كان عباره عن سن شيت اوف جراي ماتر قاعد على اللاترال سايد اوف ذا اكسترنال كبسول بينها وبين الانسولا، دي كانت اسمها الكولوستروم.
طيب الكودات نيوكليوس او الهيد اوف كودات نيوكليوس كانت اتحدت مع اللينتيفورم نيوكليوس ومع الانتيريور لمب اوف انترنال كبسول اللي كانوا قاعدين على اللاترال سايد اوف ذا ثالاموس، وكونوا ما يعرف باسم الكوربس استرياتم. فالكوربس استرياتم دي جزئين من البيزل جانجليا، ويتكون من الهيد اوف كوديت واللينتيفورم نيوكليوس وجزء من الانترنال كبسول. ليه سموها كوربس استرياتم؟ كوربس يعني بودي، استرياتم يعني في استرياشنز، يعني ابيرز استرياتد لايك اسيف او كريبرام، يعني زي المنخل او الغربال. ليه؟ لان في شريان بيخترق هذه البيزل جانجليا وبيخليها تبدو كما لو كانت شكل الغربال، فبيسموها الجسم الغربالي او المخرم اللي هو الكوربس استرياتم. طيب لو حبينا نشوف اجزاء الكوربس استرياتم في منظر اخر، ده كورونال سيكشن اوف ذا سيريبرال هيمسفير، ده في الانتيريور بارت في الجزء الامامي من السيريبرال هيمسفير، في مستوى مين بالظبط؟ انا هنا عند اللاترال سالكس، وديت كانت الانسولا في مستوى الانتيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل اللي كان محدود بالامام بالكوربس كالوزم، وادي الانتيريور هورن اوف لاترال فنتريكل، وادي الهيد اوف كوديت نيوكليوس. هنا كان الجزء الثاني من البيزل جانجليا اللي كان اسمه اللينتيفورم نيوكليوس اللي اتحدت مع الهيد اوف كوديت وكونت، ومع الانتيريور لمب اوف ذا انترنال كبسول، وكونت ما يعرف باسم الكوربس استرياتم، ده في منظر اخر. وادي الجزئين بتوع اللينتيفورم نيوكليوس، الجزء الباهت اللي اسمه الجلوبس بلدس الجسم الباهت، والجزء الدارك اللي كان اسمه البيوتامين، وادي كانت الكولوستروم. طيب كده يبقى خلصنا الاربع اجزاء بتاعت البيزل جانجليا، وهندخل بعد كده على الكافيتي الشهير اللي قاعد في السيريبرال هيمسفير اللي كان اسمه اللاترال فنتريكل. ده الكافيتي اوف ذا سيريبرال هيمسفير. هذا الكافيتي لايند ب سيليتد كولامنر ابيثيليوم مكونة من برين يعرف باسم الابندايما. الكافيتي ده كان شكله ايه؟ قاعد بداخل السيريبرال هيمسفير متخدا شكل الهورس شو، شكل حدوة الحصان، له بودي وله ثلاث قرون. ادي السيريبرال هيمسفير، وادي الاجزاء بتاعته، السنترال سالكس واللاترال سالكس اللي قسمهم السيريبرال هيمسفير الاربع لوبس الكبيرة، الفرنتال لوب، بارايتال لوب، التمبورال لوب، والاوكسيبتال لوب. بداخلهم كان موجود اللاترال فنتريكل محيطا بالثالاموس بهذا الشكل، شكل حدوة الحصان، وله بودي، ادي البودي بتاعه، وتلات وثري هورنز، ادي البودي، وده الانتيريور هورن، وده الانفيريور هورن، وده البوستيريور هورن. طيب ده الشكل العام لمين؟ للاترال فنتريكل. بالنسبة للبودي، البودي اللي هو الجزء الاكبر من اللاترال فنتريكل، ده اللي هو السنترال بارت. مكان البودي قاعد بداخل زي ما احنا شايفين بداخل البارايتال لوب، وبيوصل الثري هورنز ببعض. يمتد البودي من الامام من عند مستوى او من عند بالتحديد الانتر فنتريكولار فورامن في الامام، ويرجع للخلف لحد السبلينيوم اوف ذا كوربس كالوزم في هذا المكان. يبقى هو ده كله كان البودي. في ثلاث قرون، القرن الاول الانتيريور هورن، انتيريور هورن اوف ذا لاترال فنتريكل بيكون قاعد زي ما احنا شايفين في الفرنتال لوب، اتجاهه بيكون فوروردز اند لاترالي، وبينتهي ورا الفرنتال بول بحوالي 4 سنتي. طيب بالنسبه للقرن الثاني اللي هو الانفيريور هورن اللي لف وجي من البودي ونزل من تحت الثالاموس ومشي في التمبرال لوب، اذا كان موقعه فين؟ في التمبرال لوب، بينتهي عند الانكس، ده امبورتنت بارت من التمبرال لوب، بيشارك في تكوين الليمبك لوب.
اما القرن الثالث اللي هو البوستيريور هورن فده قاعد في الاوكسيبتال لوب وبينتهي امام الاوكسيبتال بول. طيب عاوزين نشوف الريليشنز اوف ذا ديفرنت هورنز اوف ذا لاترال فنتريكل من خلال كورونال سيكشنز اوف ذا سيريبرال هيمسفير. هتمشي الكورونال سيكشن هتكون في مستوى الثلاث اجزاء اوف ذا 3 هورنز، فنجد في مستوى الهورن الاول اللي هو الانتيريور هورن هناخد كورونال سيكشن نستعرض فيه الريليشنز اوف ذا انتيريور هورن. في مستوى الانتيريور هورن كان ايضا هو مستوى الجينيو اوف ذا كورباس كالوزم، فنجد الانتيريور هورن of the lateral ventricle. عاوزين نشوف الاستراكشرز اللي ريليتد ليه، الريليشنز بتاعته، الباوندريز بتاعته. فهنشوف الروف اللي قاعد على السطح والفلور واللاترال والميديال وول. بالنسبه للروف وبالنسبه للفلور وبالنسبه للانتيريور وول فكان بيلف من حواليه الكورباس كالوزم، فهنجد الروف هيشكله البودي اوف ذا كورباس كالوزم. بالنسبه للفلور فكان هيشكله الروستروم اوف ذا كورباس كالوزم، لان الكورباس كالوزم بيلف من فوق، جاي من فوق الانتيريور هورن وبيجي من الامام ويلف من قدامه حتى يصل الى الفلور. اذا الروف والفلور كان الكورباس كالوزم بس الاجزاء المختلفه بتاعته. فنجد البودي اوف كورباس كالوزم شكل الروف، اما الروستروم شفت الكورباس كالوزم السفليه مكونه الفلور اوف ذا انتيريور هورن. كذلك الانتيريور باوندري ايضا بيكون الجينيو اوف ذا كورباس كالوزم. يتبقى لمين؟ اللاترال والميديال وول. اللاترال وول احنا عارفين كان الهيد اوف كوديت نيوكلاس، فنجد الهيد اوف كوديت نيوكلاس هتشكل اللاترال وول. اما الميديال وول اللي هو عباره عن السبتم اللي هيفصل التو انتيريور هورنز عن بعض اللي بيسموه السبتم باللوسيدم. دي كانت الريليشنز of the anterior horn of the lateral ventricle.